الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الجزء الثاني من حديثنا عن المعادلات الآنية، وأخصص لمشكلة تشخيص المعادلات الآنية أو ما يسمى بالأدبيات الأجنبية الغربية Identification Problem of the Simultaneous Equation System. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. بينا في الجزء الأول، وأرجو الرجوع إليه حتى تتمكنوا من ضبط المصطلحات المناسبة لهذا الموضوع. فبينا في الجزء الأول من موضوع منظومة المعادلات الآنية Simultaneous Equation System بأن الاعتماد على تقديرات الصيغة المختصرة أو ما يسمى Produced Form Estimation قد يكون مشكل بحد ذاته، لأن بعض المنظومات قد تكون كبيرة الحجم من حيث عدد المتغيرات وعدد المعادلات فيها، لكن هذا لا يمنع طبعا اللجوء إلى الصيغة المختصرة إذا كانت منظومة المعادلات بسيطة أو على الأقل قابلة للتمييز، اللي يعني تقدير معلوماتها. من أجل التيقن من تشخيص أو ما يسمى باللغة العربية تمييز، اللي هي identify المعادلة، من أجل أن التيقن من تشخيص المعادلة التي نحتاج إلى التعرف على قابلية تقدير معلوماتها، لابد من اللجوء إلى اختبارات تساعدنا في الوصول أو على الوصول إلى قرارات محددة متعلقة بالتقدير. طور علماء القياس الاقتصادي أو الاقتصاد القياسي نفسه الشيء نفسه اختبارات قياسية فيما يلي أهمها: النظر في النموذج الهيكلي أو المنظومة بحد ذاتها، ومحاولة التيقن من قابلية المعلومات للتقدير. إذن يعني أول شيء فقط بالنظر، ثانيا اختبار الصيغة المختصرة ومحاولة التيقن من قابلية المعلومات للتقدير، الثالث اختبار شرط الترتيب الدرجة أو يسمونه Order Condition Test وهو مهم جدا، وأهم الاختبارات هو اختبار شرط الرتبة نسميها إحنا Rank Condition. في الجزء الأول قدمت هذين الاختبارين، اللي هو النظر في النموذج الهيكلي اللي هو Structural Form، واختبار الصيغة المختصرة اللي هي Reduced Form، تحدثنا عنهما أو عنها في الجزء الأول. فهذا الجزء سأخصصه إلى اختبار شرط الترتيب Order Condition مع الأمثلة طبعا، واختبار شرط الرتبة كذلك الأمر مع الأمثلة. وأرجو الانتباه لأنه هذين الشرطين إلى حد ما هذا معقد أكثر من يعني اختبار شرط الرتبة أكثر تعقيدا من اختبار شرط الترتيب. نبدأ باختبار شرط الترتيب الدرجة. هذا الشرط هو ضروري لكنه ليس كاف، necessary but not sufficient condition. نفترض بالنظر إلى منظومة المعادلات بأن K ترمز إلى عدد المتغيرات الخارجية أو المحددة مسبقاً، هاي exogenous variables or predetermined variables كما عرفناها في الجزء الأول. إذن K هي عدد المتغيرات الخارجية exogenous variables أو المحددة مسبقاً، طبعاً خليط منها اللي هي predetermined variables في المنظومة كلها، وترمز K إلى عدد المتغيرات الخارجية في المعادلة تحت الدراسة، إذن كل معادلة لوحدها الآن، وترمز M إلى عدد المتغيرات الداخلية في كل المنظومة، وترمز M الصغيرة هنا K الكبيرة K الصغيرة M الكبيرة M الصغيرة، فإذن الآن M الصغيرة ترمز إلى عدد المتغيرات الداخلية في كل معادلة لوحدها. كي تكون المعادلة تحت الدراسة معرفة أو مميزة أو مشخصة identified، يجب أن يكون الآن K الكبيرة هذه اللي هو عدد المتغيرات الخارجية أو المحدد مسبقا اللي هو في كل المنظومة، مطروح منه عدد المتغيرات في الخارجية في المعادلة التي نريد أن نميزها K صغيرة، يجب أن يكون أكبر من أو يساوي عدد المتغيرات الداخلية في المعادلة يعني تحت الدراسة مطروح منها واحد، وتكون غير معرفة هذه المعادلة إذا كان K كابيتال مطروح منها كي صغيرة أقل من M تساوي واحد سالب واحد. كي تكون المعادلة تحت الدراسة معرفة أو مميزة بالضبط،
فقط مميزه بالضبط بنسميها، لانه في عندي يعني قضايا اللي هي اندر ايدنتيفيكيشن، اقل من مشخصه، فهذه لا يمكن ان نقدم معلوماتها. وهي عندي الان اوفر ايدنتيفيكيشن، بكون في عندي معلومات لها اكثر من تقدير. هنا الان ستكون التقديرات فريده من نوعها. مثال الان هذه منظومه طلب وعرض، كيو دي تساوي 1000 زائد 1001 في بي زائد 1002 في واي، اوكي. والان معادله العرض تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في بي. نجد من المنظومه بان كي الان عدد المتغيرات الخارجيه في كل المنظومه تساوي 1، صحيح، وهو هذا هو واي. وام 2 الام تساوي 2 اللي هي عدد المتغيرات الداخليه في المنظومه كلها، تساوي 2 لانه كيو بي يعني الذي هما المتغيران اللذين نبحث عنهما كحل يعني. فالان في معادله الطلب، لانه نريد ان نشخص معادله الطلب كي تساوي 1 اللي هو فقط متغير خارجي واحد، ام فيها متغيرين هو كيو دي وبي، وبالتالي الان كي الكبير ناقص كي هنا 1 ناقص 1 تساوي 0، ام ناقص 1 تساوي 2 سالب 1، وبالتالي تساوي 1، صحيح. ما يعني الان بان معادلة الطلب غير معرفة، لأن صفر أقل من واحد، وهنا بتكون معادلة الطلب غير معرفة. مقابل ذلك نجد المعادلة الثانية تكون طبعا كي صغيرة تساوي صفر، ما فيهاش متغير خارجي، وأم تساوي 2 اللي هي كيو أس بي، وكي ناقص كي صغيرة هنا كي الكبير ناقص تساوي 1، صحيح. بعدين الآن سالب صفر وتساوي 1، أم اللي هي عدد المتغيرات الداخلية الآن تساوي 2 ناقص 1 تساوي 1، صحيح. ما يعني الآن بأن K ناقص K تساوي M ناقص 1، وبالتالي 1، صحيح. ما يعني الآن معادلة العرض نستطيع تقدير معلوماتها بدون أي مشاكل. نتابع مثال مع إهمال الآن، مع يعني بقية الأمثلة التي سأطرحها سأهمل الخطأ العشوائي حتى لا نتغلب يعني بكثرة الرموز. الآن هاي عندي منظومة طلب وعرض، فالكمية المطلوبة كيو دي تساوي 1000 نوت زائد 1001 في بي تي السعر يعني، زائد 1002 في هذا exogenous variable يعني متغير خارجي، زائد 1003 في عندي الآن كمان exogenous variable أو متغير خارجي. وهذا الآن معادلة العرض كيو سب اس تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في بي تي زائد بيتا 2 في بي تي في الفترة السابقة. هذا طبعا لأنه predetermined variable يعتبر الآن من المتغيرات الخارجية. وبالتالي الآن نلاحظ بأن هناك ثلاثة متغيرات خارجية في المنظومة y t z t p of t سالب 1، وهناك متغيران داخليان p وكيو فقط. نجد المنظومة كلها بأن كي تساوي 3 كما ذكرت، وأم اللي هي عدد المتغيرات الداخلية في كل منظومة تساوي 2. الآن هذا كي 3 اللي هي هذا واي تي زي تي وبي اوف تي ناقص 1، وأم بالحالة هاي بي وكيو وكيو أو P و Q فقط 2 يعني في كل المنظومة هناك فقط متغيرين داخليين. نتابع من معادلة الطلب، نجد بأن K الآن معادلة الطلب هنا عدد المتغيرات الخارجية فيها 2 هذا Y و Z، و M اللي هي عدد المتغيرات الداخلية فيها تساوي P و Q، ومنها تكون بالحالة هاي K الكبير اللي هو 3 بالحالة هاي سالب 2 هنا يساوي الآن 1، صحيح. وأن بالأم اللي هي أم ناقص 1 يساوي 2 ناقص 1 يساوي 1، صحيح. وما يعني بأن معادلة الطلب مميزة بالضبط أو معرفة بالإكزاكت، لأن 1 هنا يساوي 1 هنا، وبالتالي نستطيع أن نقدر الآن معادلة الطلب. أما في معادلة العرض فإن K الآن عدد المتغيرات الخارجية في هذه المعادلة اللي هي P of T ناقص 1 يساوي 1،
وام عدد المتغيرات الداخلية فيها 2 بي وكيو، وان كي الان 3 ناقص 1 يساوي 2، وام ناقص 1 هنا في بالنسبة للمتغيرات الداخلية يساوي 1، ما يعني بان معادلة العرض اكثر مميزة لان 2 اكبر او يساوي 1. هنا يعني نحصل على اكثر من تقدير لبيتا نوت بيتا 1 بيتا 2، ليس هنا الان الفا نوت الفا 1 الفا 2 نستطيع الحصول على تقديرات فقط فريدة من نوعها، هنا بتكون اكثر من تقدير ربما لبيتا نوت، اكثر من تقدير لبيتا 1، اكثر من تقدير لبيتا 2، وبالتالي هنا يعني تكون مشكلة. نتابع مثال، لنفترض وجود منظومة المعادلات الآنية لنموذج من الشكل التالي. اختبار شرط الترتيب، أي الآن عندي معادلة الطلب Q سب تي تساوي ألفا نوت زائد ألفا 1 في بي تي زائد الإبسلون الإرور، وهذا المفروض المفروض أنني شطبته كما ذكرت لكن نسيت هنا. العرض يساوي كيو تي تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في بي تي. لاحظوا الآن ليس هناك أي متغير خارجي وكليات المتغيرات الداخلية، فهون المتغيرات الداخلية عبارة عن 2 فقط كيو بي التوازنية، ما يعني الآن أنه كيف ساوي صفر أم 2 تساوي 2، ولأنه كي مش موجودة مستحيل يكون الصفر أكبر من سالب 1، فما يعني بأن المعادلتين غير معرفتين بصرف النظر الآن عن كم عندي أم بالحالة هاي. نتابع شرط الرتبة الآن، هذا يحتاج إلى انتباه. هناك كان الشرط والقاعدة محكومة بعدد المتغيرات الخارجية في كل منظومة والداخلية في كل منظومة والخارجية في كل معادلة والداخلية في كل معادلة، فكان من السهل أن نتعرف. هنا الآن يحتاج إلى دقة أكثر. شرط الرتبة بسميه rank condition، هو شرط كاف، هذاك كان ضروري. شرط الترتيب اللي هو order condition كان شرطا ضروريا لكنه ليس كافيا، أما الآن هذا الشرط فهو شرط كاف للتعرف على قابلية معلومات المعادلة التقدير. ينص هذا الشرط، أرجع الانتباه على يعني نص الشرط، على أن المعادلة تحت الدراسة تكون مشخصة معرفة identified في منظومة مشكلة من W، الآن هي عدد المعادلات في المنظومة. إذا استطعنا أن نشكل مصفوفة واحدة على الأقل minimum one matrix بحيث لا تكون محددتها تساوي صفرا، يعني ما من يكون matrix مش singular، من W ناقص واحد، يعني معناته الآن من ناقص دائما معادلة واحد، من معلومات المتغيرات المحذوفة من المعادلة لكنها غير محذوفة من بقية معادلات المنظومة. سيبدو فهم هذا الشرط صعبا من غير الأمثلة المناسبة بالخطوات التالية. دعنا الآن نفترض لدينا الآن هذه المنظومة المعادلات، عندي consumption function هذا اللي هي دالة الاستهلاك يساوي A زائد MPC في Y sub T سالب الآن marginal tax rate اللي هو طبعا معامل أو coefficient للtax، فكلما زاد هذا الضرائب يؤثر سلبا على الاستهلاك، وبالتالي هذه معادلة يعني disposable income تقريبا هنا. والinvestment يساوي beta naught زائد beta 1 في Y الفترة السابقة Y sub T ناقص واحد، التاكس تساوي C زائد C1 في YT، والآن YT تساوي الايدنتيتي، هذه ايدنتيتي مش كثير يعني صعبة نتعرف على حلها، فY sub T تساوي CT زائد IT زائد GT. الآن نريد أن نتعرف كيف الآن الخطوات. الخطوة الأولى الآن تحول المنظومة هذه كما يلي، الآن كأنما نقلت السي إلى الطرف الأيمن وأصبح الآن يعني سالب سي تي زائد A زائد أم بي سي في تي سالب أم تي آر اللي هو مارجن تاكسيت أو معدل الضريبة الحدي في تي تساوي صفر. الأمر انطبق على المعادلة الثانية سالب آي تي زائد بيتا نوت زائد بيتا 1 في واي صب تي ناقص واحد تساوي صفر، والمعادلة الثالثة كذلك الأمر أصبحت سالب تي صب تي زائد سي نوت زائد سي 1 في واي تي عفوا في طبعا في واي صب تي تساوي صفر، وأخيرا ايدنتيتي سالب واي تي زائد سي تي زائد اي تي زائد جي تي تساوي اللي هو government expenditure هنا
تساوي الآن صفرا. هذه الآن الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تشكيل جدول كما يلي اللي هو tabular form، هاي بنسميها احنا تحويل المعادلة هاي من coefficient يعني مع علامات النموذج A و MPC و TR. هنا الآن واحد صحيح بيتا نوت بيتا 1، هنا واحد صحيح CT C1 وهكذا. فالآن نقوم بتحويل هذه الكوفيشن كل معاملات هذه المتغيرات إلى جدول. المعادلة الأولى هذه اللي سالب واحد اللي هي سالب CT هنا واحد، بعدين MPC سالب M تي ار. طبعا الان اضع هنا، نسيت انا اذكر بان الخطوه الاولى كما يلي، يعني الخطوه الثانيه الان هذا الجدول يحتوي على كل المتغيرات الداخليه والخارجيه. لاحظوا لي سي تي واي تي، يعني عندي 1 2 3 4 5 6 متغيرات باربع معادلات. فعندي الان سي تي واي تي 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 اي تي واي سب تي ناقص واحد جي تي. كل الان معادله باخذ الكوفيشنت او اخذ المعامل تبعها واضعه في الخانه المناسبه. فعندي الان هذا سالب واحد وضعته هنا. هنا الان واي تي المعامل تبعه ام بي سي اللي هو الميل الحدي للاستهلاك وضعته هنا. ثم الان الميل الحدي لفرض الضريبه، معدل الضريبه الحدي ام تي ار سالب ام تي. بعدين I مش موجود الآن في المعادلة الأولى صفر، Y sub T ناقص واحد ليست موجودة في المعادلة الأولى صفر، و G T ليست موجودة في المعادلة الأولى فأصبحت صفر. الآن نذهب إلى المعادلة الثانية. لاحظوا لي C T مش موجودة، لكن Y T مش موجودة كذلك الأمر، T مش موجودة، موجودة فقط عندي معامل الانفستمنت سالب واحد ومعامل y sub t ناقص واحد اللي هو بيتا 1، والآن جي تي مش موجودة فأصبحت صفرا. المعادلة الثالثة لاحظوا لي سي تي مش موجودة، واي تي موجودة اللي هي سي 1 هنا سي 1، و تي طبعا معاملها سالب واحد هنا، وأصفار أصفار أصفار لأنه i y sub t ناقص واحد وجي تي ليست موجودة في المعادلة الثالثة فالآن تأخذ أصفارا. وأخيرا المعادلة الرابعة نلاحظ كذلك الأمر الآن بأنه CT موجودة فوضعنا لها واحد صحيح موجب، YT موجودة لكنها سالب سالب واحد، T مش ليست موجودة فالآن تأخذ صفر، I موجودة واحد صحيح، Y sub T ناقص واحد ليست موجودة صفر، والموجودة الآن واحد صحيح. الآن الخطوة الثالثة تشكيل المصفوفة الناتجة من المعادلة الأولى كما يلي. لاحظوا الآن هاي الآن هذا الشيء وكررناه هنا، لكن شو الأشياء اللي راح نطلبها؟ نريد أن نشخص المعادلة الأولى. فرأسا أول خطبة بالتشخيص أن تشطب كل الصف اللي تابع له المعادلة الأولى، شطبناه. ثم الآن نشطب العمود الموجود في المتغير المكرر هنا. لاحظوا لها شطبنا هذا انه هون سي تي موجودة واي تي موجودة وتي موجودة في المعادلة الاولى، اذا يبقى لدينا الان هذه المصفوفة الثلاثية. طبعا لانه ذكرنا دبليو ناقص واحد معنى اخر لان هناك اربع معادلات في المصفوفة فدائما نطرح منها واحد صحيح، وبالتالي لابد ان يبقى فقط مصفوفة متكونة من ثلاث ضرب ثلاثة اللي هي W ناقص واحد ضرب W ناقص واحد هي 3 في 3 وهي هذه المصفوفة. الآن نقوم بحساب محددة هذه المصفوفة، هذه المصفوفة نفسها فمحددتها determinant الأولى تساوي صفر اللي هي هذه، فإذا هذه المعادلة لأن المحددة تساوي صفرا فهي غير معرفة، إذا المعادلة الأولى ليست معرفة أو غير معرفة unidentified. إذا الخطوة الأولى لاحظوا لي هنا أننا شطبنا المعادلة الأولى كل الصف اللي تابع له، ثم شطبنا المتغيرات التي وردت هنا. فلاحظوا لي CT YT TT فلم يبقى إلا هذا. طبعا لأقرب ثلاثة، فهذا يعني أهون إشي
انه يكون الثلاثه هاي معزولات. الان ربما الصوره تختلف في المعادله الثانيه اللي نرى. المعادله الثانيه كذلك الامر، هذه عفوا منظومه المعادلات الانيه قمنا بتحويلها كما يلي، ثم الان الجدول كما هو يبقى. الان كيف المعادله الثانيه، ما هي الاشياء راح نشطبها؟ لاحظوا لي راح نشطب المعادله الثانيه كلها اللي هو الصف الثاني من المصفوفه هذه الكليه، وثم نشطب الان العمود الذي ورد فيه اي، ثم واي صبتيه، فيبقى لدينا 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، لكن انا بدي دبليو ناقص واحد اللي هو فقط عدد المعادلات مطروح منها واحد، وبدي انا يعني على الاقل الماتريكس واحد الذي يمكن ان يكون الديترمينانت او وحدته ليست صفرا، وبالتالي شطبناه فيبقى هذا لدينا اللي هي عبارة عن 3 في 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. لاحظوا لي الآن هذه معرفة، لأن محددة هذه المصفوفة اللي هي متكونة من W ناقص 1 ضرب W ناقص 1 اللي هي 3 في 3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 3 في 3. وبالتالي عفوا لأن الديترمينانت إذا حسبناها، أرجو يعني من لا يعني من لديه آلة حاسبة أن يحسبها ويتأكد بأن محددة هذه المصفوفة الثلاثية بعد أن شطبنا هاي أصبحت ثلاثية، فهذه الآن معادلة ثانية معرفة. نأتي الآن على المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة نكرر هنا هذه يعني شكل منظومة المعادلات الآنية، هذا الآن بعد أن حولناها. هنا الخطوة الثالثة تشكيل جدول شكلناه، الخطوة الرابعة الثالثة عفوا هنا اللي هي المعادلة الثالثة. الآن ما الأشياء التي سنشطبها؟ لاحظوا رأسا نشطب احنا هذا، ثم نشطب واي لأنها وردت، ونشطب تي لأنها وردت، وبالتالي جي هذه لأنه بدي أنا أقرب. لاحظوا هو صفر 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 فلن أستفيد منها. فالآن المصفوفة التي سأحتاجها حتى نتأكد هي هذه المصفوفة، أستطيع أن أشكل مصفوفة محددة ليست صفرا أو ربما يعني نرى ذلك. فالآن هذه الآن مصفوفة عندما حسبنا المحددة لها وجدناها بأنها لا تساوي صفرا، وبالتالي المعادلة الثالثة معرفة، المعادلة الثالثة معرفة حسب هذا الشرط. وأخيرا الآن المعادلة الرابعة هي متساوية. لماذا؟ لأنه y sub t تساوي c residual، هذا ما تبقى منها، لأنه تعرفنا على c وتعرفنا على i وهذه تيجي كبقية، وبالتالي y تصبح الآن مجموع هذه الأشياء وهي متساوية. إذا أردت أن تتأكد فقم ب يعني تمرين لك، وبالتالي راح تتأكد أنه سيكون المصفوفة هنا 2 في 2 مصادفة. وبالتالي هذه تكون معرفة حسب ما يعني الحل الذي وصلت إليه. الآن تمرين لك أخي وحبيبي الطالب والمتابع حيثما كنت، قم بوضع المنظومة التالية هي بصيغة جدول كما هو مبين، وقم بتشخيص كل معادلة من معادلات المنظومة الآتية. هذه المنظومة، هذه y1 y2 y3 y4، على الطرف الأيمن يعني y1 تساوي هذه الأشياء وهكذا. هنا المتغيرات الداخلية هي 1 2 3 وهكذا. لاحظوا لأنه ثلاثة متغيرات داخل هنا، نفس الشيء هنا 2 هنا 2 هنا 3. المتغيرات الخارجية هي x 1 2 3 4 5 6، طبعا ليس هنا 1 2 مكررة، فبكون عندي عدد المتغيرات الخارجية بالحالة هاي 4 فقط لغيره، 1 2 3 عفوا 3، لكن المتغيرات الداخلية 4. فالآن مطلوب من حضرتكم أن تضعوها في الجدول الآتي، وأريد أن ألنح طبعا هنا بأني بعد ما حليت السؤال وجدت بأن على مثال تلميح المعادلة المعرفة حسب شرط الترتيب، لكنها غير معرفة حسب شرط الرتبة.
فأرجو منك أن تتأكد من هذا الكلام، وإذا في هناك أي سؤال أرسل لي رسالة على اليوتيوب إن شاء الله، وأنا جاهز أني أجب عليها بإذن الله. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبة الطلبة في هذا الموضوع المهم جدا خاصة لطلبة الدراسات العليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.